سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم موطني 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 ذا الإباء موطني موطني بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا إن شاء الله نشوفوا نتعاملوا مع ريكونيسونس فوكال. ريكونيسونس فوكال شنو الدور ديالها؟ كاينه في الويندوز 7 والويندوز 8 أنها أنت تتكلم مع الأورديناتور هو كيطبق داك الشيء اللي كتقوله. أوكي، بحال لي زابليكاسيون تاع سامسونج اللي كاينه وأيضا تاع الآيفون. اذا شنو هي هذه؟ بلا ما تنصاليها ديجا كاينه عندك في الويندوز. اوكي، ويندوز 7 والويندوز 8. اذا غادي نجي للبانو دو كونفيغوراسيون نشوفوا العمل ديالها. بانو دو كونفيغوراسيون فوالا. اذا نبدل لافيشاج باش تبان لي، ندير الزوجه غران ايكون. اوكي فوالا، هي ريكونيسونس فوكال، كليكي عليها. اذا غادي يعطيني هنايا ديماري لا ريكونيسونس فوكال، كليكي عليها فوالا. اي قول لا ريكونيسونس فوكال بيرمي. اوكي، ندير سويفون. هنا كتختار باش راك خدام. اذا انا خدام ميكروفون اللي في الكاسك، ندير سويفون. هنا اش كنقول لك؟ كيقول لك كونفيغوري فوتر ميكرو بروسون فوتر ميكرو ترو زيتا بوش كوتي. اوكي، اذا غندير سويفون. اذا هنا كيقول لك انك خصك تقول هذه الجمله باش يدير ريكونسونس تاع الفوكال ديالك. بيير دي ا سون اورديناتور il préfère dit que taper ont utilisé un papier et un crayon. Nous suivons. Il a dans la reconnaissance vocale d'hier, non? L'hésab la langue, dès que tu la connais, ils ont un ensemble. Par exemple, l'anglais, grave l'anglais. L'hésab, tout le monde, je mets la langue les masses. Suivons. Analyse de documents. Il donne une chaîne qui est améliorée en même temps. Ils activent l'analyse de documents. Là, activé, dans les désactiver. Ok, suivant. Utiliser le mode d'activation manuel. Ok. On va utiliser le mode d'activation vocal. Dans l'ordinateur vocal. Suivant. Et dans les paramètres des fichiers. Ok, dans l'ordinateur suivant. Lancer le réseau vocal de démarrage. Et là, il a lancé le démarrage. Et là, il a lancé le démarrage. Suivant. Vous pouvez demander un contrôle de nature du choix. Je vais remettre le suivant, l'intéressé, vous cliquez démarrer pour lancer. Ok, il donnera d'indir démarrer. Voilà. Il en a un. Ok, c'est bon, il donne qu'un chef en route là, il y a le fork. Il donne qu'un chef en a qui a tourné tout au dialogue. Ok, il donnera d'indir le. سي بون، كملت. اذا ما حد انه هو طلعنا الفوق راه بالصفر، من يولي بالزرق فوالا يولي بالزرق يعني راه خدام. نكليكي عليه فوالا اوفغيغ. اوكي اتون نسيت. اوكي اتون اوفغيغ ما انا غادي نسد هادشي، غادي ندير شي دوكيمون. ندير واحد دوكيمون وورد فوالا، نديرو واحد لو تكست، واحد لو تيست. تقد ايضا اذا فوالا، اذا هو بالصفر دار او الزرق. سالو، ممكن انا بالصفر خصني نرد بالزرق فوالا كليك. سالو، اسكو سافا؟ Moi je m'appelle. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Je veux écrire. Salut, Mr. Saïd. Je vais rédiger mon rapport concernant mon rapport de stage.
فوالا ابخي نديرو اون في. اذا كنلاحظ انه كتكتب بواحد الطريقه اللي فاسيل، اذا هذا غادي يساعدك بزاف الا كنت باغي عندك شي حاجه كثيره انك تكتبها. اذا بلا ما تكتبها كتجبد داك لو بابي هذا كتقراه، اون بلو وهو كيكتب داك الشيء اللي باغي كيكتبو بيسكو سا ما كيديرش لي فوت. اوكي، اذا مثلا شنو نقد ايضا يقد اذا ندير بلس فور من يكون بالزرق، يعني راه كي راه دابا راه اون في فوالا. هنا شنو نقد اوسي نقول له راه دابا ايكوت راه كيسمع بوسيبل. اوكي كليكي عليه اوفغيغ، نو مازالو اوفغيغ فايرفوكس. شكون ما عنديش فايرفوكس؟ اذا ندير جوجل كروم. نمشي على الاول اوفرير جوجل كروم. فوالا انا واحد جوجل كروم مثلا غادي نقول له اوفرير فوتوشوب. فوالا ندير له اون في فوالا واحد الفوتوشوب. اذا صراحه يسهل عليك بزاف الخدمه في ملي كتكون تعمل في بي سي. نحيدو راه دابا ايكوت، دابا ملي يكون بالصفر راه اون في، يكون بالاخر راه اون ايكوت. فوالا دابا راه اون في. شنو اخر نقد نتعمل؟ اذا الى بغيتي اذا ايضا نهبطو هنايا فوالا نخلي مود فوكال توجور اون كور دو كيكسيون فوالا. سينو بغيت نحيدو ديريكت صافي نحيدو. اوكي نحيدو فوالا. سينو ابخي من نبغي شنو غادي نمشي؟ انا غادي نمشي توجور ل بانو دو كونفيغوراسيون فوالا. انا غادي نجي ريكونيسونس فوكال كليكي عليه ديماري اي فوالا هاهو. اذا مثلا غنديرو واحد الديرني تيست باش نشوفو واش خدام. Ouvrir document texte. Voilà. Format. Format. Voilà. Bonjour. 1, 2, 3, 4, 5. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Logiciel, merci. Voilà. Après. ما نسدو. اذا صراحه انا عجبني بزاف هاد اوكي نحيدو. عجبني بزاف هاد الشيء هذا اللي كاين ديجا في الويندوز، كيسهل عليك لو طرافاي ديالك طريلو كي ممكن. الا كان عندك واحد لو تيكست وباغي طابيه، اذا كيخرج تخرج هو ديجا تلونسي وكتقرا لو تيكست هو كيكتب. ابخي الا شي حاجه ما نطقتهاش مزيان ولا كتمشي تفيريفي واش فريمون داك الشيء اللي قلته هو اللي كاين. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. تلقى في الدرجه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.